اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك، اتصل خيرك، وزاد عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وحق على أعدائك وعيدك. ونصلي ونسلم على أسعد البشر، الرحيق المختوم، سيد الأقوام، وهادي الخلق، وحبيب الحق، وسيد السادات، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، من ديوان عام النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، في حفل عقيقة المولود الكريم ابن الكرام مالك محمود محمد خليل، عائلة النواورة، البداري، محافظة أسيوط، سائلا المولى عز وجل أن يبارك في المولود وفي الوالدين. ونشكر كل الضيوف الذين سعوا إلينا من كل صوب وحدب، جاءوا مهنئين وفرحين ومشاركين لنا في فرحتنا بمولودنا الغالي. ونقول للوالدين الكريمين: بورك لكما في الموهوب، وشكرتما الواهب، وبلغ أشده، ورزقتم بره. وأسأل الله العلي الكبير أن يعوض على جميع إخواننا المتزوجين وإخواننا المحرومين، وأن يبارك في أولادنا وبناتنا وقياداتنا، وأن يجعل بلادنا أمنا وأمانا، سخاء ورخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كثير من الناس يظن أن الرزق كل الرزق في المادة، في الماليات، لكن لا، هناك أرزاق لها صور أخرى. صحتك رزق، ابنك رزق، زوجتك رزق، أهلك رزق، جيرانك رزق، زملاؤك رزق. مسألة الأرزاق صنوف شتى ولها صور متعددة، وليست المسألة بالعدد. عندنا بورة أبرك من بستان، وهناك بنت بألف، وهناك ألف بخف، والإنسان سيرة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ودائما الأصل تتبعه الفروع. في نهايات سورة الشورى ربنا تبارك وتعالى كشف لنا الأسرار، فقال في مسألة الإنجاب، وبدأ بمسألة إنجاب البنات: يهب لمن يشاء إناثا. لا شك
أن البنت والديها في احتياج إليها. دعك من حساباتنا نحن وأحلامنا نحن وأفلامنا نحن، والولد سند، الولد عزوة، أحيانا يصبح الولد مجبنة مفتنة مبخلة، تجد الأب يصبح بخيلا جلدا. ليه يا عم تمشي مع الناس وتخليك جدع وإيدك فارطة؟ لا، عشان هنجوز الولد. كان الولد سببا في بخل أبيه. وأحيانا يصبح الولد مفتنة، يتسبب في مشكلة يسدد فاتورتها الأب، وأحيانا يكون مجبنة. الأب يسمع الشتيمة، يتعرض للإهانة ويدنقر وصف الأرض. ليه يا عم؟ يقول لك عايزين الرب والعيال. سبحان الله، كان العيال سببا في جبنه، كان الولد سببا في فتنته، وكان الولد سببا لبخله. لذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظارنا إلى الكنوز في العطايا. البنت، نعم، وربنا بدأ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا هو الصنف الثاني، بشر بإنجاب الذكران. نعم، لا شك أن الولد نائب أبيه وولي عهده والنائب عنه وحامل اسمه، وعمر ثان لوالده، حتى قال الناس العوام اللي خلف مماتش. نعم، أو يزوجه ذكرانا وإناثا. بعض البيوت ربك يكرم وتتعدد الذرية، فتجد المرأة تنجب ذكورا وإناثا، والمعطي هو الله جل جلاله. المفاجأة الكبيرة والدرس العظيم أن ربنا تبارك وتعالى قال في نهاية هذه الآية، في نهاية سورة الشورى: ويجعل من يشاء عقيما. لماذا؟ لأن مسألة العقم هي نوع من العطية الإلهية، نوع من العطية الإلهية إذا صاحبها الرضا، إذا كانت هناك قناعة، إذا التزم العبد بقدر الله وقضائه وقال رضيت يا رب وما يرضيك يرضينا. إذن مسألة الإنجاب ليست شطارة، عندنا العصفور ينجب، الحمامة تنجب، القط ينجب، سبحان الله، لكن المسألة أن تبحث عن بركة العطاء. ونعوذ بالله من نعمة السلب بعد العطاء. ممكن يديك عيال لكن العيال ما ينفعوكش، وكثير من الآباء يلعن الأولاد يقول لك يا ريتني مخلفت، وكثير من الأمهات تلعن خلفتها ويقول يا ريت كانوا فطسوا في الفرش. سبحان الله، هناك من يتشهى ويصل الليل بالنهار ويرجو من الله يا رب اديني بس شعريت بيت، يا رب اديني ظفر عين، يا رب يا رب، لكن يفاجأ أن الذي طلبه واستجاب الله له فيه وحقق له المرجو منه، يفاجأ بأن الولد لم يكن نافعا ولم يكن راشدا ولم يصبح عكازا لأبيه ولا نظارة لعينيه. لذا أهل الجاهلية في الزمن الغابر كانوا يدفنون البنات أحياء،
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يا سلام، يقول لك ده سبب العار. من قال هذا؟ فلما جاء إلى الوجود سيد الوجود صلى الله عليه وسلم حفظ لكل شخص كرامته وأعطى لكل صاحب حق حقه، فوجدناه عندما سألوه: يا رسول الله، أتحب شيئا من الدنيا؟ قال: أنا لست كهيئاتكم، أنا لا أحب شيئا من الدنيا، إنما حبب إلي من دنياكم ثلاثة: حبب إلي من دنياكم الطيب، الروائح الزاكية، العطور، الروائح الطيبة صلى الله عليه وسلم، وحبب إلي من دنياكم النساء، ليس بحثا عن شهوة أو كثرة الزواج، لا، حبب إلي من دنياكم النساء ليعيد لها احترامها، ليحقق لها كرامتها. فوجدناه صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالمرأة أما ومرضعة وبنتا وأختا وزوجة وجدة وحماة. وجدناه يوجه كل العناية والاحترام لمن؟ للنساء. ولا تستغرب من ذلك، فعندنا من أكابر سور القرآن سورة النساء، سورة مدنية يعني ترتيبها في المصحف، السورة الرابعة، الفاتحة والبقرة، آل عمران، النساء، وهي من طوال المفصل. بل وهناك سورة التحريم وسورة الطلاق. سورة التحريم تسمى سورة النساء الصغرى لوجود سورة النساء الكبرى وهي الأساس. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، وفي نهاية الأمر قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن لابد من احترام البنات كما نحترم البنين. وكان مروان بن الحكم يشجع على إنجاب البنات، وكان يقول: والله ما عمر أفراحنا ولا أتراحنا غير البنات. ناهيك عن إغراءات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له بنتين، من كان عنده ثلاث بنات وأحسن تربيتهن، يعني كنا له حجابا من النار. وهن اللاتي يأخذن بيدي والديهن إلى جنان الله عز وجل. ورأينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومودته لبناته، لأن القاسم مات صغيرا، عبد الله مات صغيرا، في النهايات أنجب إبراهيم من مارية القبطية، لكن عاشت معه السيدة زينب الكبرى وزوجها لأبي هالة بن الربيع ابن خالها. كذلك رقية وأم كلثوم تزوجتا من ابن أبي لهب وتم الطلاق، وتزوجت رقية من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وماتت. ووجده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الشارع حزينا كئيبا، فعطف عليه ورفق به: ما الذي يحزنك يا ابن عفان؟ قال: وهل نزل بالناس مثل ما نزل بي؟ إني قطع نسبي معك يا رسول الله. ماتت رقية. النبي يعرف أخلاق عثمان الحيي وكرمه وشبعه وثراءه، فربط على كتفه وقال له: زوجناك أختها أم كلثوم.
وتزوج سيدنا عثمان من أم كلثوم، لكنها لم تعش معه فترة طويلة وتوفي. ومر النبي وبعد شهور وجده يسير في الشارع لا يدري يمنة من يسرى، وعلى حال يرثى له فيه: ما لك يا ابن عفان، أراك كئيبا حزينا بئيسا. قال: وهل نزل بالناس مثل ما نزل بي يا رسول الله؟ ماتت رقيا، زوجتني أم كلثوم وجبرت خاطري. لحقت أم كلثوم برقيا، فيعني أنا حظي وحش يا رسول الله، كل ما تجبر خاطري أفتقد إحدى بناتك. فقال له النبي: أما الثالثة الزهراء فقد أخذها علي، لو كانت عندنا غيرها لزوجناكها، لو كان عندنا غيرها لزوجناكها. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب البنين ويحب البنات، لكنه كان يخص البنات بمزيد من المحبة. هو يحب أحفاده ويحب الصغار على وجه العموم، لكن للبنات حظوة في نفسه صلى الله عليه وسلم. كان يحمل أمامة ابنة زينب، يحمله على ذراعيه حتى وهو يصلي، فإذا ركع أوقفها على الأرض وركع، ثم رفع فسجد، فرفع فسجد، فرفع، ثم حمل أمامة من جديد بين ذراعيه. هذا يدل على أنه لم يستطع أن يفارقها حتى في وقت الصلاة، في لحظات الوقوف بين يدي الله عز وجل. إذن مسألة الولد هي مسألة رزق، وهذا من فضل الله على الإنسان أن يمده بمن ينوب عنه، بمن يحمل اسمه، بمن يكون نائبا عنه، بمن يمثله حق التمثيل. الذي معه أحد من أسيادنا الشباب ورزقه الله عز وجل بابن وكبر، يا يكلفه في عزاء، يكلفه في حضور فرح، في حضور مناسبة، والناس بتقبل، يقول لك يا اخي ما بعتنا عياله، ما يمكن هو معاه مشوار مش حضر اللساد كده يعني. فهي دي بركة تواصل الأجيال جيلا بعد جيل، من الأب للابن للجد، هكذا دوليك تمشي الأمور، سبحان الله. ولكن الدرك، كل الدرك على النشأة، النشأة الإسلامية، النشأة الدينية، أن يصبح ابنك نائبا عنك شرفا وصدقا وطهرا وسلوكا. ما هو الناس هتحكم على أبيه إيه؟ بالواد، الواد ده مؤدب، يقول لك عشان هو أبوه رجل زين، هيطلع وحش المين؟ الولد ده مزيء، الله فتش تلاقي. الأمر يا أخوانا محسوم، الأمر واضح. ولذلك انظر إلى الذين تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ذكورا وإناث. شوف الفضل بن عباس، شوف عبد الله بن عباس، شوف العبادلة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن العاص. هذه الثلة من العبادلة ولدوا بعد الإسلام، ولدوا بعد الإسلام وبعد الهجرة. ناهيك عن المقربين زي الحسن والحسين وزينب وغيرها، أمامة، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رزق به في سن متأخرة من أمنا مارية القبطية. نعم، النبي تعلق به، وكان عند مرضعته في العالية، في مكان في أعلى المدينة، فكان النبي لشدة تعلقه وقد رزق به وهو متقدم في العمر فوق 58 سنة، كان يذهب ويطلع فوق التبة العالية ليجلس عند مرضعة إبراهيم ويحمله بين ذراعيه،
مرة بعد صلاة الصبح ومرة قبل غروب الشمس، وكان الأمر مرهق بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم به العمر، لكن لشدة حرصه، لشدة حبه، لشدة تعلقه، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يعيش إبراهيم بن ماريا سنة ونصفا، 16 شهرا. ومن غرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم به كان يمسكه بيده ويتمشى به من المسجد إلى بيت أمه مارية القبطية، تعلق به لأنه رزق به في سن متأخرة، ولم يكن أبناءه الذكور قد عاشوا، فلهذا الآن كان يذهب إليه مرتين، مرة بعد صلاة الصبح ومرة قبيل المغرب. ولما شب وعد السنة أو ما يزيد وبدأ يحبو وبدأ يعني يسير رويدا رويدا والهوينة، كان يمسكه من يده يتمختر معه يتمشى به، كان فرحا فخورا به لأنه رزق به على كبر. نعم، ولكن القرآن الكريم نعى إليه إبراهيم حتى قبل وفاته: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فأحس النبي أن إبراهيم هذا ابن موت يعني، وتقبل أمر الله عز وجل ورضي بما حتمته الظروف وسلم الأمر لصاحب الأمر. إذن نحن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نحن نقتدي به لأن له في كل لحظة عبودية، في الفرح له عبودية، في الترح له عبودية، في السفر له عبودية، في كل لحظة له عبودية تناسب القلب السليم، تناسب الإنسان العاقل الراشد المؤمن. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، فهذا شرف ما بعده شرف، فنقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم لنعيش في رحابه ولننهل من حياضه، فهو الأسوة وهو القدوة. أسأل الله العلي الكبير ونحن في هذا الشهر الربيع أن يبارك في المولود، ونقول لوالديه كما يقول أهل الصلاح والتقى: بورك لكما في الموهوب وشكرتما الواهب وبلغ أشده ورزقتم بره. اللهم اجعله عونا لوالديه، واجعله عزا لأمته، واجعله سببا لسعادة البيت ومن في البيت والعشيرة والأهل، وعوض على إخواننا المحرومين، وبارك لإخواننا جميعا ونحن منهم ممن وهبتهم ذكورا وإناثا، وبارك اللهم في مولودنا المبارك مالك محمود محمد خليل ديوان آل خليل النواورة مركز البداري محافظة أسيوط في هذه العقيقة المباركة. اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره.